في الفيديو السابق هذا ما حصل. مطعم ماكدونالدز، والله انا كتير متحمس بدي اكل وجبة لذيذة. تفضلوا، هي هذا العصير بالمجان. ما بدنا، خلص انت روح. ها، من الذي لا يريد ان يشرب هذا المشروب؟ شو هذا؟ بعد اورب. يلا خلينا الان نشوف مين اللي بالداخل. يلا عصير البنفسجي، هذا طيب جدا. كركور، تعال نروح عنده. يلا. انتم سقطتم بالفخ. انا هو جارميس، العصير البنفسجي الشرير. عدت إليكم من جديد، أنا هو وحش العصير البنفسجي الشرير، واليوم سوف ينفتح أول باب. بوم، زي ما أنت شايفين أنا هو العصير البنفسجي الشرير، أخطر عصير في هذا العالم. أنا بدمر العالم، بفجر العالم، بكسر العالم وبحرق العالم. واليوم مش فقط بوابة واحدة راح تنفتح، مش بوابة واحدة، بوابتين، وفي هذا الكوكب انتو راح تنصدموا من اللي بداخل هذا الكوكب. 1 2 3 بوم، مثل ما انت شايفين. ترارارا، لا، طلعنا يا كلب، طلعنا. احنا انحبسنا وانطلع شرير مثل ما توقعنا. والله انا حزين كتير. شو بدي اسوي؟ انا مش عارفة. انظروا، زارور، كركور، الابطال اصبحوا بنفسجيين ومحبوسين في هذا المكان، وجميع الاطفال المساكين، الجميع. اليوم الموت لكم يا اطفال. لا، بترجاك، لا، ليش؟ وهذا الكوكب الثالث راح يكون لغز، سوف يحير جميع العالم. وانت الان دورك يا احمد البطل، يا بطل الابطال، سوف تموت. انا هو جريميس البنفسجي العصير الشرير. واو، والله يا سوسي فرحان انا كثير، لانه زعرور وكركور الان موجودين في كوكب العصير الطيب. نعم، هم الان في مكان امن، ما بنقدر ان نخاف عليهم احنا ابدا. راحوا عند واحد لطيف هيك سمين، انا بحس السمينين لطيفين كتير. وانا كمان والله يا سوسي، اكيد هم فرحانين جدا في هذا الكوكب الاسطوري. ليش هيك؟ شو اللي صار يا صديقي كركور؟ ما بعرف، انحبسنا، كنا عارفين، شفنا انه شرير. شيئا جميل، طلع كل هذول الاطفال مساكين موجودين في سجنك. انتوا الان راح تلعبوا لعبتي. انا ما بدي، انا العب، ما بدي، حتى انا ما بدي، مش عكيفكم. شو هذا؟ تقدم. شو هذا؟ الاشي في اشي غريب طلع، كيف انا؟ شو اللي صاير؟ شو هذا؟ طلع هاي المياه جالسة بتعصر فيي يا صديقي. استحمل. انا الان بدي اسحبك بالحبل، لان هاي مياه خطيرة. شو بدك منا؟ يلا اجلسوا على الحواسيب. ليش؟ بدكوا تلعبوا لعبتي. طيب ماشي، خليني اجلس انا هون يا ماما. يلا العبوا. ايش هاي اللعبة؟ يلا ادخلها بسرعة، اكبس بلاي. طيب ماشي، دير بالك يا صديقي. ايه، وين انا؟ ايه، هذا العصير ما بحبه. اهلا وسهلا. لا، ما بدي تقتلني. ايش هاي اللعبة؟ وين انا؟ لا، مطعم ماكدونالدز جاي بيتصل فيي. الو، اهلا وسهلا يا زعرور البطل، هنالك طلب برجر لذيذ جدا ينتظرك على الباب. شو بتحكي؟
في وجبة برجر تنتظرني على الباب. خلينا أروح، خلينا أروح. شو هذا المكان؟ إيه مش مبين أنا على الزجاج، مش مبين. خليني أنا أفتح ذا. طلعين برنوا الجرس، برنوا الجرس. والله أنا خايف. هيا طلع برجر وكمان عصير هذا الجريمس تبع 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 الماء تبع الشرير هذاك الوحش. لا 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 ايه خلص تعال نشربه، تعال تعال يلا مثل هيك. ايوه كيف طعمه؟ والله لذيذ جدا جدا يا كركور، لكن انا بدي بطل لوني بنفسجي، انا زكت حياتي. طلع صوت، طلع صوت. والله طالع من هذا المكان. أهلاً أهلاً يا زعرور، أهلاً أهلاً يا كركور. شو هذا المكان المرعب جداً جداً؟ والله شايف. خلاص خلاص تعال أنا وإنت نجلس هون، خلينا ناكل. مستحيل، في واحد بدق الباب. ممكن تفتحوا للباب؟ فيش حدا. نعم وينه؟ ما بعرف. خلاص سكر سكر الباب، خلينا نروح انا وياك ناكل البرجر. اهلا وسهلا. زعرور كركور، شو بدك منا؟ شو بدك منا؟ بترجعك يا ماما. الموت لكم. مستعدين؟ بلعنا. بلعنا. وين احنا؟ لذيذين جدا جدا انتم. طلع احنا في بطنه. ايه والله يا كركور احنا في بطنه هذا الشرير جريمس. طلع طلع ايش في بطنه؟ في هذا الدماغ المقزز كتير كتير، وفي كمان هذه القرف. طلع هوني في كمان سمكة. هاي في هوني، في هوني اشياء مقززة على الاخر. انتم بداخل معدتي. يلا يلا تحرك تحرك يا زارور. يلا يلا هيني انا جالس بتحرك في شرايينه، انا جالس بتحرك في هذا المكان زي ما انت شايفين. شو هذا المكان؟ هاي سلاح، خذ السلاح خذ السلاح. هيني اخذت السلاح، هذا السلاح رح يدمر العالم تدمير. خليني ادخل انا من هون. وين انا؟ شو هذا المكان؟ يجب عليكم الآن أن تحرروا هذولا الأشباح اللي موجودين في هاي الأقفاص. فانتبهوا انتبهوا انتبهوا، أنا هو جريمس العصير البنفسج الشرير. أنا رح أساعد هذولا الأشباح الطيبين، أنا هو الزعرور. إذا بتخسر رح تعيد. لا يلا يلا يلا. نعم عيد من جديد. يلا هذول بنتظروكوا، إذا خسرتوا مرة رح تتدمروا إلى الأبد يا زعرور يا كركور الأبطال. سامع؟ والله أنا خايف. يلا 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 بسرعة بسرعة، دمر دمر العالم تدمير يا صديقي زعرور. يلا وي وي يلا لازم نحررهم هذول صح؟ نعم نعم هاي زي هيك. هاينا الآن لازم نقتلهم هذول. خلينا أحرر هذا كمان، زي ما أنت شايفين الأمور جالسة بتصير صعبة. يلا يا حبيبي. شو هذا؟ لا كمان مرة رح نعيش. يلا. يلا هين انا رجعت، وانا الان جالس بحرر فيهم. هي القفص الاول، وهي القفص الثاني. بضربني. اي اوه اوه يا حبيبي يا حبيبي. اي بوم وابوم وابوم. واحد وراي ولا ايش؟ اعطيني هيل. ايوه زي هيك. دمرهم، لا ترحمهم لا ترحمهم ابدا. يلا العصير الشرير رح ندمرك تدمير. ايوه خذ هاي، موت يا شرير. لازم ان انا احرر الجميع الان. لن تحرر اي احد. يلا هون وبعدين هون وبعدين هون وبعدين هون. الامور جالسة بتصير اصعب، موتوا جميعكم. يلا خلينا احرر هذولا كمان زيك. خذ
خداي خداي ايوه دمرهم يا زعرور دمرهم. يلا يا دول خلينا احررهم. عين حررتهم. يا سلام عليك يا حبيب والديك. هيا هذا ورا زيك اين قتلته. نعم هاي زيك. هاي واحد بعيد كمان واحد بعيد. خلينا احرر هذا. لا اوروبا اين حررته يا حبيبي. بدي دم بدي هيل. اعطيني مثل هيك. مين باقي؟ في واحد بعيد. لا 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 انا انحشرت انا انحشرت انا انحشرت. اوبا اوبا لا 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 هذا اشي مستحيل. انا ما رح ارضى بهذا الكلام. قويمس 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 يلا لا راموت. اوبا اوبا موت. اخ ايه قتلناه 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 فزنا باللعبة وين رجعنا طبيعيين. انتوا اغبياء تعالوا نطير. يلا اين طيرت؟ اطلع الى السماء يا كركور. بعد عنا يا العصير البنفسجي الشرير. انا سوف ادمركم تدمير سوف ادمركم. اختفاء بدي اروح انا على كوكبي. اي اختفى لازم نروح نشوف بابا بسرعة كبيرة. يلا يلا يا كركور البطل. واو واو شكله في فعاليات رائعة جدا جدا في هذه الكواكب الرائعة على الاخر في كوكب العصير البنفسج الطيب. انا بصراحة فرحان لان زعرور البطل وكركور البطل لحد الان ما روحوا. هذا يعني انهم بيلعبوا بالالعاب انهم مبسوطين كثير كثير على الالعاب. فما رأيكم الان نروح انا وانتو ونشاهدهم هم جالسين بيلعبوا واروح اشرب من هذا العصير اللذيذ جدا جدا. هيا بنا هيا بنا. يلا يلا يا صديقي هنا وصلنا. اوي بابا استنى بابا بابا استنى يا بابا احمد البطل دخل. شو بده يصير؟ انا خايف تدخل انا للداخل. انا خايف كتير كتير كتير. بابا الان في مأزق كبير جدا 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 لانه راح على كوكب قرمس العصير البنفسجي الشرير. بابا بخطر لازم نحكي لجميع سكان الكون. انا حزين. زعرور وكركور الابطال موجودين هون كانوا يلعبوا في هاي الالعاب انا متأكد 100%. لعبوا في هاي البطة وفي فرس النهر وفي الخنزير والنمر والسنجاب والسكويد وجميع الالعاب. لكن استنوا شوي لوين هم موجودين؟ اكيد هم نزلوا في هاي الحفرة. خلينا انزل. وي اهلا وسهلا يا حمودة. اوه جريميس انت العصير البنفسجي؟ نعم. استنى ممكن اشوف كوكبك؟ لا لا استنى انتظر انتظر. انا قبل ما اي احد يجي يعني على كوكبي وقبل ما يشوف كوكبي يا رب ما يشوف هذا الاشي لازم انا اعطي العصير اللذيذ جدا جدا. تفضل. جد؟ اوه خليني اجربه انا الان بدي اشربه. ما الذي يحصل؟ الآن أنت سوف تتبعني. شو؟ حسنا حسنا سيدي وحش العصير تقدم إلى الأمام. الآن أنا لازم نفتح هذا السجن. وبوم. حسنا حسنا ادخل إلى الداخل. تسكير. بوم. ما الذي يحصل؟ استنى شوي. شو هذا؟ وين انا وين انا؟ انت الان محبوس في كوكبي انا في كوكب وحش البنفسج العصير الشرير. اهلا وسهلا في جميع الاطفال واحمد البطل اول طفل. شو صار بزعرور وكركور؟ شو صار فيهم هذول المساكين الاطفال؟ شو صار؟
الشر. المساكين الأطفال هربوا. إيش بتحكي؟ هم رح ينقذوني، رح ينقذوني. في أحلامك. الآن أنا بدي أنزل من كوكبي، والآن أنا لازم أن أجيب عائلتي. حان الوقت لكي أجيب عائلتي. خليني أنا أروح من هذا المكان وأنزل. هيا بنا إلى عائلتي. وي وبعد قليل هذا ما حصل. ها ها ها، انظروا، هذه هي مملكتي. انا هو العصير البنفسج الشرير. انا اتقدم الان، سوف ادخل عند عائلتي وسوف اقول لهم الكلام الرائع. سوف اقول لهم ان ياتوا معي لتدمير وقتل احمد البطل، بطل الابطال. فانا الان رح اجي. هون انتم بتفكروا هون هاي النهاية؟ لا، ليست النهاية. انظروا، هاي الكبسة بتفتح الباب وبدخل عند منزل عائلتي، المنزل الاكبر في هذا العالم، المنزل الاروع في هذا العالم. وها هي زوجتي وطفلي. بابا 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 وسهلا وسهلا بابا. اهلا وسهلا يا طفلي. اهلا وسهلا يا زوجي. زوجتي، يلا الآن أنت وطفلي احملوا الأسلحة، سوف نلون من كوكب أحمد البطل باللون البنفسجي، سوف نلون المدينة باللون البنفسجي. أنا جاهزة 100%، وأنا كمان. إذن يلا اتبعون الآن. يلا يلا عدنا إلى مدينة أحمد البطل. يلا ارموا. أيوة رح نعبي هذا المكان. عب كوكب أحمد البطل، الموت لك يا شرير.